كويس؟ عندنا الخزنة طبعا بأي سيستم، عندنا المخزن عندنا حاجة نسيبها كويس مهمة أسايمنت كويس؟ ولاحظتوا دي هنا انبوت دي هنا اوت كويس؟ يعني في ناس فولنتيرز بيجوا سجلوا كويس؟ في ناس بيجوا يتبرعوا، في ناس بيجوا من وضع عائلية تبغى تنبسط كويس؟ لما قال خدنا برضو اهم دول كويس؟ اهم ايه؟ ولا يدي تشتري بنفس الدرجه كده اهميه، يعني السيستم دائما له عنها، السيستم دائما يعمل انتجريشن بين الحياه دي كلها، الداتا بيس واحده كويس، الكونسيبت واحد. انا عملت من فوق علي يا محمد، قلت لما تيجي صلنا بيني واحد طبعا عشان لما نرجع تاني نرجع بالزمن يعني. لا لا في طبعا الناس اللي عندهم خبره في السيستم يكونوا عارفين انه المخزن والحسابات في حسابات وفي التفاصيل اللي ضد عن الحسابات او يسمونها اللي هي الدفتر اليوميه ودفتر الاستاذ. نفس الحكايه في المخزن في الستوكس الستوكات وفي جاي ماشي مخزن الوارد والمسلم والمستلم، هنا في الوارد والمصرف. المشن دي يعني يعني السنتر بتاع الشغل كويس؟ يعني اذا قلنا قلنا بنفهم يعني شو مشن المشن دي بتتشكل من الكلام ده كله كويس؟ مش بوست بتشوف انا او الميل مع كومنتس الوارد. لا انا دارس عن الموضوع المخزن قبل ما تمشي لانه بتاع المناسبه يعني حي زي كانوا في ايلاند براو ما عارفين عنه حاجه. طيب احنا ما فيش نعم الكلام ده دليل لا احنا متعينا اول مره اسبوع بس. النابس المفروض معلش انا حاولت عشان اقدر امشي. المفروض اجيب الناس النابس ديلا تنفهم حاجتين، في ناس الفيل بيشتغلوا بالفترات ايمجز على الايفكت بتاعيز. ديلا براو ما له اي علاقه بيها. تتكلم لي على الحاجه اللي بتليق انت بالضبط. طيب المفروض يكون في ناس المخزن والبلاغات ديلا تطلع منهم داتا سمها تبي لينكد بمعرف يعني شنو؟ يعني انا لما جاي بلاغات من ايريز انا من البلاغات دي اشوف فيجر اوت الايريز اللي فيها ايرلينج دي في بلاغات نهايه اليوم المفروض تطلع معرف انه داخلي القصر حق الفون بوست كبيره في ايريز يعني اوكي ايريز يعني غير انه يا اخي مثلا مرات بيكون في يعني في زي مثلا امبارح اتصل او امبارح كان في تليفون انه يعرفون في سيل شايفينه قدامهم ده ايرلي ده المفروض تيك اكشن بيز على طول من غير ما نستنى الماب ونعاين ليها احنا عاوزين نمشي نمشي. ثاني نقطة في المخزن، المخزن هم كل يوم بيطلعوا حقائب بيطلعوا مواد هم عندهم لسه حقت الارتست بيطلعوها طيب بيطلعوها بيمشوا الافكتد ايريز سو فار لحد يوم اللي احنا معك احنا عملنا كفرنج إذا شنو ونوع شنو لوين معمول في ورق كل تيم بيمشي بيجي معاه ريبورت هو على شنو لكن ماستر انا بشوف انا في ماب انا باللون البلو اللي هو مثلا ده انا عملت كفرج لفود او ل سانيتيشن او ووتر او شيلترز انا عارف يا اخي ناس الفتح دي لا كفر ما عندهم مشاكل ناس المرابيع ما عندهم شيلترز سو فار الكفرج بتاعنا ما كان كفايه او لسه عاوزين زياده بناء على البوبوليشن الافكتد اللي هي الكل حاجه طالع من جنوب من عمرو المخزن هي الديستريبيوشن بتاعه المفروض انا اشيل الكلام ده من ناس الفيلد او الريزنت اكتيفيتي اللي هي فيها نغمس. طيب يعني ناس السيستم بتاعك ما مكتمل لانه عندك انبوت من ناس ثانيه ما جايه. ممكن بس الكلام ده بعدين تحطيه في لان السيستم يعني دي ما حتكون عارفه. ايوه انت تقول يا اخوان انا محتاج منك الانبوت كده. انا بشيل البلاغات بعمل الناس اللي ما على البلاغات لكن احنا عملنا شنو؟ احنا عملنا
لحد ما تكون 10,000
كويس. العنوان رب ضايق قرب ان انا نيرو فوكس شديد في القصة بتاعة العنوان، لان هي واحدة من المسافر اللي حد يوديها وثانية. هنا انا عندي شك تم في الحسابات، تم في الوزن زائد سكيلز حركة. لكن الغرفة تعمل كوردينيتنج للتيم تحدد الناس اللي فيه اوريدي، يكون في المتطوع هنا يتحول للستيتس بتاعته، يكون عنده الستيتس الفيزيك تمام؟ المتطوع يا اما فيزيك يا اما اوف، ما فيش ما شغال. لازم بعد شوية هنتكلم عن انه لازم المتطوع يبقى فيه هو افيلو، لازم تاخد يطلع افيلو ويعمل نيرون اوف للاستثمار، يخش اونلاين يعمل نيرون اوف، يرسم ماشي تعمل له ويب سيرفر، ويب سيرفيس للوزارة كويس؟ او يضرب تليفون كده يقول له زول كلمة انا ياخد اوف بس هو عارف السيستم يعمل شنو؟ اذا طلع في الدين معناه ده معناه ده ليزي. اخذنا المواد العينيه تتخزن من المستقبل، فشل كذا مشروع عوايز له تضرب من المستقبل، نفس الحكايه اللي اتخزن كويس. البلاغات اذا كانت ايمرجنسي هنتعامل معها، نحاول نتعامل معها بطريقه مختلفه. ايمرجنسي يعني شو؟ ايمرجنسي معناه ده في ايمرجنسي تيم، ده اسمه ليك انتيتي هتكون صغير بعد سنين. الايمرجنسي تيم ده يكون قاعد ستاند باي اوريدي، سحب ستوك من المخزن ماسكه عنده اوريدي، عنده ناس متطوعين قاعدين ستاند باي على الستاتس بتاعتهم اوريدي، عنده كاش وسحب من المخزن. اذا ده بلاغ بتاع بلاغ من هنا بتاع الحاله بتاعته الستاتس بتاعته كانت انه في ايمرجنسي طوالي، دي معناتها طبعا لان هي بتحدد ايمرجنسي طوالي يا باشا. مع ايمرجنسي طبعا لازم يحصل للبلاغ شنو فيريفيكيشن، يمشي دول يحاول يأكل. طبعا انا بعدين قال لي مقترحات انه اي بلاغ دي يعتبر ايمرجنسي يمشي له على الاقل يسافر دي مسافر اي للكونفرميشن، يقدم مساعدات سريعه سريعه كده مثلا يكون في دكتور يكون الصوره دي شبه شبه تامه. هذا اللي هو مكتمل لانه الضمان من الله واحد. دي شبه تامه. محتاجين منها شو؟ محتاجين قاعده للمزايا مع ناس البلاغات. نوريهم بالضبط احنا البلاغات دايرين فيها شو؟ نوري الناس متطوعين زي اهي البلاغات السيستم بتاع البلاغات جاهز. انا بلغوا شنو؟ شو التعديل او الكاتيجوري بتاعت البلاغات، الحته بتاعت البلاغات في السيستم، الحته بتاعت المتطوعين في السيستم انا اللي عايز الاقي مين دي احسن. تعالى اخذنا هنوريهم شو دي كويس؟ عندهم سيستم هنحاول شنو؟ نطور له المخزن. عندهم سيستم حنحاول نطور له في المخزن، ما عندهم حاجة، عندهم شغالين في سيستم، بس الخزن الآن هو الكنترول. ليه لا؟ الكنترول لازم تطور شيء، الكنترول أصح. يعني أنت الخزن عارف طلع شنو من المخزن ومشى وين. وعارف يعني البلاغ طلعت كيف، كويس؟ ده خزن له هو عليه. نفس الحكايه المخزن الاستقرار. في ناس هيقول في مشاكل الشغاله بتاعت الباقي دي برا المهمه بتاعت المخزن. المخزن عنده ستوك كويس 10 مجمعات 20 شوال طلع خمسه فوق خمسه في الباقي دي مهمه ثلاث ايام يعملوا باقي من حاجاتهم يطلعوها. بعد ذاك طبعا في ريبورتنج بس كويس. ومن دي طبعا اذا طبقنا دي ريليشن شيب دايجرام بعد ده بنحاول نحولها ل ديفنس. يعني الديفنس اللي بتحصل شنو؟ احنا مسكرين هنا الديفنس اللي هنا والديفنس اللي هنا والديفنس اللي هنا. الديفنس اللي هنا بلاغ السكه البلاغ الطرق بتاعته كيف؟ اونلاين اندرويد سيستم تليفون كويس. المنطوع بيسجل كيف؟ بلاغ وبوش اونلاين بيضرب تليفون بيجي المركز كويس. الخزنه طبعا كريتيك عندها طريقه واحده. المخزن بس لو ما عندها طريقه واحده بس ممكن يزول عبر رصيد عبر رصيد ممكن يكون عبر المندوبين او في هناك نفير انجلترا نفير امريكا يعني برضه الخزنه ما هو بالضروره يزول يجي هنا بنفسه ويحول. وحتى بالمناسبه في الاونلاين زادوا اكثر من طريقه جواب يعني في طريقه بتاعت ان انا احول رصيد ولا اديك رقم بتاع هناك تدخل انت في تليفونك وبعدين تحول الرصيد يعني مثلا دي كومبليكيتد اول
لا انا رجعت معاهم بقالين احنا معلومات مهمه جدا وبقالين كلام ايه لا حتى انت حافظ معلومات لا هم زادوا ما عارفين الموضوع ده كيف بس اللي كان موجود في المخزن في اكثر من مخزن ممكن يكون وفي صيدليه تمام دي واحده من الحاجات اللي احنا يعني بنقولها اكثر هل الصيدليه مخزن ولا براعة كويس هل الاطباء معالج المخورين ولا براعة انا طبعا انا كمبرمج صيدليه مخزن بالنسبه لي خلاص طب بتاع بس حتى لو دارين بيانات زياده اكسترا في الكيو بتاع الداتا بيز دي اذا كانت طوال في بلدك هذا يعمل انت يا ابو الهيثم اللي هي الكبيره اللي هي نفس السيستم اللي انت عملته بس عدد اكبر يعني في عندنا بلاغه انت جريت الكبيره؟ اللي هو انا عندنا نفس السيستم بتاع الطبيعي عندنا سيستم نفس السيستم اللي المفروض يكون كامل نفس السيستم كامل طيب عمر يعني عندنا بس البروسيس بتاعك الروتيشن بتاعك تطلع مع المفروض تكون بالتنسيق مع التيم بتاع المانجر بتاع انت المفروض تبقى فيه طبيب على الاقل هو اثنين لا انا وصلت لقرارهم المفروض تطلعوا مع الحاجه لا انا بنطلع مع اي حاجه طالعه المفروض بذاتي بلا انه في اي مدة كان يبان يعني مع اي بلا بيكون في تيم بتاع في دكتور طالب يعني مع الحاجات اللي بنطلع في حتى المفروض يكون في طبيب اساسا جاي